اوكي، اول شيء رح فرجيكم الطقس عنا. اوبا، ليكو التلج، ليكو شو حلو، ليكو الجاردن كيف صارت. على فكره كل ما ينزل تلج بحس بتفاؤل يعني، بس في شيء هون رح فرجيكم اياه. بتتذكروا الورود من كم يوم؟ خفسوا الورود بالتلج. اوكي، هلا لسكر هيك واحكي لكم بسرعه شو اللي عم بيصير اليوم. تمام، اليوم المفروض توصل هديه كثير كبيره، يعني فعليا كثير كبيره. تمام، وزنها تقريبا 30 كيلو. جوجو لؤي ما بيعرفوا فيها ابدا، بس المشكله انه حاسه اول ما يشوفوها رح يقتلوني بدل ما يقولوا لي ميرسي، لانه مو وقتها يعني. بس طلبتها واليوم المفروض توصل. لهيك انا شغلت الكاميرا، قلت لازم صور لكم اليوم ردة فعلهم. شوفوا القتله اللي عم باكلها بسبب هي الهديه. اوكي، بس تشوفوا الهديه بتفهموا كل شيء. لؤي، جوجي، هو المفروض انه انا اكون محضرت لهم شيء ياكلوه وفطور وهيك، فهلا رح فاجئهم. اول مفاجاه هي الاكل، بعدين مفاجاه الهديه. لك نورت والله، نورت والله. دخلتها شوي. يلا بدي اسالك سؤال مهم. شو بدي اسالك؟ سؤال مهم انت وجوج، بس وقفوا هون بالاول لاسالكم السؤال. واو، ورجيتيهم الدنيا اليوم. ايه، عن جد رائعة الدنيا هون، بس في شيء هسه اروع رح يصير اليوم. شو؟ ما فيني اقول لك هلا والله، بس وعدني ما تقتلني. شو عاملة؟ وعدني ما تقتلني، وعدني ما تقتلني. شو عاملة؟ لك اهلا وسهلا، نورت والله. كيفك؟ كيف الدراسة؟ وقفوا هون لاسألكم بس سؤال. يعني بشيء؟ لا والله هو ما بيعرف، انا عم بسألكم اثنيناتكم. ايه، الواحد إذا اجته هدية، ايه، شو بيعمل؟ بيفتحها. ايه، قصدي بينبسط صح؟ ايه. شو بيقول للثاني؟ ميرسي. ليش هيك طالعة مثل زينجو ورينجو عم تحكوا مثلهم؟ تمام، ميرسي. شو وقفتي لهيك؟ شو عاملة؟ اوكي، اليوم في مفاجأة لإلكم اثنيناتكم راح تصير. تمام؟ أول شيء راح نقول 3 2 1 أي كان. يا جماعة مثل ما قلت لكم اليوم في مفاجأة، مضطرة أنا أقول لهم إنه في مفاجأة. شو هي؟ تمام؟ فجهزوا حالكم أنتم وهن يعرفوا شو هي وآكل القتلة. هن بيعرفوا ورجيتيهم شو المفاجأة؟ نو، لأنه قصة ما وصلت. شو هي؟ اوكي، قبل ما نبلش الفيديو، إذا أنتم جداد على القناة ما تنسوا لايك وشير وسبسكرايب. يلا ليتس جو نبلش. 1 2 3 4. هلا أول شيء رح نبلش يومنا إنه نعمل أكل ونفطر وهيك، لوقت ما توصل. اه، السماء وصلت؟ لا، هلا تطلع بسرعة. اسمع بعرفك، ورح تحرم ليك. هو انبسط كل هالقد قبل ما يشوف شيء. بدها هلا تطلع المفاجأة شغلة هيك، جايب لك بلوزة مثلا. قول لك بصراحة جوج كثير رح ينبسط، بس انت رح تقتلني. أنا بعد بابا عندي انا بلا تحدي. منبلش انواع ضغط، اوكي؟ ضغط شو؟ يلا تعال وطي. اسمع وطي. ولك بابا مرضان حرام. اول شيء الضغط العادي بدنا نعمل 5. جريك من دون. 5. 1. 2. 3. 4. 5. هلا الوسيع. 1. 2. 3. 4. انت قلت 3. هلا قال 3. الالماس، ضغط الالماس اللي بتعمل هيك وبتعمل ضغط. اخر وحدة ما راح تقدر تعملها، ما هو راح يوصل لاخر وحدة مشان ما تقدر تعملها. طيب عم يحرق كالوريز قبل ما نبلش اكل. اخر وحدة ما راح تقدر تعملها. اذا بتعملها بعطيك 100 يورو. هات لشو؟ هيك ستريتش هيك. خلص يلا، من الاخير اعطينا. بتعملها بعطيك 350 يورو. لك هلا حركة جوج ما احلاها، اوكي؟ واو، 50 مو 350. اه لا جوجي، انا قلت 150 جوجي، ابو 350. قلت 350. قلت 150 والله مسجله بالكاميرا. هلا انتوا رجعتوا شفتوها واكتبوا بالكومنت شو عن جد بدك تعملها. لو اي ولازم تضل 5 ثواني. مثل وين بتحط تضرب راسك حبيبي؟ هون ولا هون ولا وين بالضبط؟ ايه، حطوا مخدات بالارض. برافو مامي. يلا عملتها. اوكي، اول ما قلت لهم انه رح نحضر فطور الكل هرب، واحد قعد وواحد طلع لفوق. بس انا هربت. اخ انا معك، وحتى النصر او التحرير. اوكي جماعه، هلا رح نحضر الفطور. مدري صار غدا ما بعرف، يعني نحن اليوم عطله وفايقين متاخرين. يلا ليتس جو. اوكي، كل شيء صار جاهز. هلا رح احضر الفطور وهيك، بركي اذا بياكلوا اكل طيب يعني بس يشوفوا الهديه. والله بس فرجيكم التلج كيف عم ينزل، مو طبيعي. ما بعرف اذا شايفين. لا تمام.
ليكو التلج شو حلو. اوكي بما انه عم ينزل تلج فقررت اول شيء اعمل كاسه شاي، بعدين احضر القصص وهيك. وعن شايفين كيف هربوا اثنيناتهم؟ اوكي لكم مين اجى يساعدني. اول شيء رح نعمل كاسه شاي بس لانه عم ينزل تلج. صح صح. خبركم شيء انه الهديه وصلت. تمام الاوردر وصل منيح له اي وجوج فوق بس فرجيكم اياها بسرعه. اوكي حطيناهم هون. تمام ليكم ليكم ما اكبروا 30 كيلو الله يستر. اعملوا حالكم ما شفتوا شيء. اوكي اوكي فرجيكم هون التحضيرات. تمام هون صار في شويه تحضيرات، هون في زعتر، هون في جبنه، هون في لبنه، هون في مكدوس. ليش عم بشرح لكم كل هالشرح ما بعرف بس انه حلو يعني الشكل. وليكم هون الشاي صار جاهز، وكمان هون عم بسلق حمص، حمص حب مشان نعمل مسبحه. شو حياتي؟ هو فطور، هو غدا، هو عشاء، هو هو لبكره بقى بدنا نقول له شو؟ ممكن نفطر بكره، شو رايك؟ نفطر بكره؟ بقول لك شغله. شو؟ وصل الاوردر. قولي والله. ما تدور. طب ماشي ورجيني. لا والله. بشرفك. لا خافيته. بشرفك. هلا بناكل بعدين، اوكي؟ هي للمسبحه، هي شاي، لك الاكلات والطيبه. يا 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 اليوم تجاوزتي الافق كله انت اليوم. لا وامبارح وبكره وكل يوم. ايوه. لك. يا هلا ويا شو لا 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 بابا معقول كل هاي الي؟ هاي لإلي كل هاي؟ طمرتي بابا من ايمت معبية؟ من زمان. ورجينا بفتحها يعني؟ عالجد؟ طب روح ساعد ماما بجيب لي فيها هديه. عالجد؟ طب من شوي قلت لي ب 350 يورو. لا شو؟ هي كان ماما عم تقول لك. والله ليكي انت وجوجي ما خرج واحد يعمل معكم تحديات ابدا. انا شو هي لهم صوص كيف بينعمل. اول شيء بتحطوا طحينيه، بعدين بنحط ليمون وبنحط ملح وبنحط ثوم وبنخلطهم هيك وبنحطهم مع الحمص هنيك. يلا باي باي. ليكو هالطامورة ما اخذ من نص من طامورتكم. ايوه نص. بس يلا نفتحها نشوف قد ايه في بطامورتي. يلا 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 يلا. العنا هي العشرة. لا ماما لا كله هاد لي بدي تقلبي اياهم بعدين على كارتي البنك. بابا كل هدول انت جمعتهم؟ والله ما صح يا الحكي. واو الله. اوكي صار كله جاهز، جاهزين تاكلوا تتغدوا تفطروا تتعشوا. انا عم قد ايه وصلت ماما؟ لهلا لل 105 يورو. 105 يورو؟ بتعرف انه يلا مرحلة يلا قوم على الفطور. اوكي صارت الطاولة جاهزة. بدكم تفطروا قبل ولا تعملوا شيء ثاني قبل؟ تفطروا ولا تعملوا؟ طلع 130 يورو مبروك. تفطروا ولا تعملوا شيء ثاني؟ شيء ثاني. مانك جوعان؟ لا شيء ثاني. تفطروا ولا تعملوا شيء ثاني؟ شيء ثاني. نفطر. شيء ثاني. خلص نفطر بعدين. ثاني 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 ثاني. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. حجرة ورقة مقص. شيء ثاني. المفاجأة الكبيرة هي الفطور. لا الشيء الأول والثاني. شيء ثاني غير الفطور. شيء ثاني غير الفطور. اثنين عطكم. يلا خلصينا. شو واحد اثنين ثلاثة افتحوا هون. شو هاد؟ شو جايبة برا؟ شو هاد؟ بعد له شو؟ شو جايبة هي لعيشة؟ اسمع شو رأيك عن جد ليك منحطها جنبنا منفطر. بليز 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 منفطر بعدين وعد والله. ما المشكلة اشتري تهنى بالفطور. ايه منفطر. اي فنوت بليز بردي بليز بليز بليز. اوكي يلا منجيبها منحطها جنبنا. ايه شو هذا؟ قديش تقيلة؟ شو هاي كثير تقيلة؟ شو هاي؟ هلا وصلت بس دخلوا لي اياها لجوا. لونا يعني كيف بدها تطلع هاي؟ ما بتطلع؟ يعني شحطها شحط هيك شحط على اساس انه انت رح تقدر 30 كيلو عم بقلها. برافو والله. اوكي لا لا خلوها جنبنا بس ناكل بليز لانه هيدا الاكل حرام. يلا شارد انه اليوم جوج اسرع فطور بحياته. سطول يلا والله خلص كول بس انه كول عمهل يعني قد ما تنسى. يا اخي مشكله انه انا ما قدرت ما اقول لهم يعني انه في لي يعني. اوكي ليكو خلص بناكل بنرجع لكم. شو بتحزر انه تكون هالهدية لشو؟ انا شاكك بشي بصراحة. انا شاكك بانه شيء له علاقة بالمي، له علاقة بالبحر نوعا ما. انا شاكك بشيء انه هيدا النوع
قالب تلبسها ببوتك. ايوه بعدين هي جيت بتطيرك لفوق. اه لذيذ كثير ما شاء الله. طبعا لو اي متوقع لانه في شيء اللي السنه بنقع لافي فغالبا ايه هذا هو غالبا. هلا انا والله رح اذا طلع هو رح اقول انه انا هذا المتوقع. اوكي بحب خبرك انه اللي انت متوقعه بعتقد يعني انا متوقع شو انت متوقع يعني. طب اذا بدي اقول لك حرف ثاني حرف ما رح اقول اول حرف. الف. صح مزبوط. براد صغير. براد اسمه براد مو براد. اكتبوا لنا انتم شو متوقعين. اوكي انتم هلا قبل ما تكملوا الفيديو اكتبوا شو متوقعين. اوكي هي خلصنا الفطور. يلا 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 اوكي يلا خلص افتحوا شوفي عمي. طب بس شو بتتوقع؟ حاسة شي جيت لانه انتم هون جيت. بس شو يعني جيت؟ كيف جيت؟ ما بعرف وين بدنا نسوقه؟ ما بعرف. هلا ما من كم يوم عملنا هيك الحديقة وزبطناها وهيك فالحديقة ناقصة شي يعني هيك يحليها. خلص انت لو اي عرفت بعرف انه الحديقة. الله يوفقكم اكتبوا شو متوقعين انا عرفت. شو قلت لها؟ انا عرفت. شو عم تمزح؟ عرفت انا عرفت. جاكوزي جاي عندكم جاكوزي مبرو. عن جد انبسطت. انا عرفت اصلا انت راح تنبسط. يا كثير حلو. بابا خلينا نطلع نركب. يلا كفر ما فينا هلا نركب والله صار عتمة. هلا بنركب وبكره بنسبح. طب هلا افتحوه بالاول خلونا هيك نشوفه. قلب كل شيء. طبعا الجاكوزي بيسع 6-7 اشخاص يعني مو بس نحن. عرفتوا ليك جوج. واو. لا شكل خشب يعني بس كبير بيدفي لدرجه حراره 40 بيصير تحت الثلج يعني تخيل بيصير تحت الثلج يعني بيصير اللي ما بيمرض بيمرض. حالي اقول لك تعال شوي تعال نطلع لبرا تعال شوي افتح الباب اذا كان ضو والله اذا في ضو ليك الضو في اكثر من الضو ما شاء الله معقول يكون في اكثر من الضو ضو ليكو الثلج اوسكار اوسكار خلص عبى الدنيا هلا لا اوسكار عبى الدنيا لؤي اوسكار معقول اخر شيء متوقعه والله لولا انه مرضاه لحتى هلا نفتحه ونحطه بالثلج يا جماعه خلينا نركبه بكره نسبح فيه بس لبابا يصح والله لانه بابا مرضان انا شو مرضانه هلا وقته مرضي لك ما احلى يا هلا لو اي وقت بدنا نحط لك احلاها. هذا استخدامه بالربيع ولا بالصيف لونا شكلنا يا حبيبي هو شكله للاوتور ايه؟ بس نحن راح نستخدمه اندور يعني نحطه جوا البيت هيك شكلنا يعني. هيك شكلنا بهالبردات اللي برا هو معمول لتسبح فيه هو وبرد ايه تخيلوا هيك نحط برا هيك جاكوزي ايه؟ وشاشه تنحط برا ونحن فلنا والثلجات هيك عم ينزلوا نحضر فيلم لا خلص وتاني يوم بالمشفى ثلاثتنا ناخذ جاكوزي على المشفى اوكي ما بعرف اكيد ولا حدا توقع هاي الهديه تمام بس انا كثير مبسوطه فيها لك انه هو هيك يعني عرفتوا مثل المسبح تماما لست اشخاص هو 5-7 اشخاص اير جت فيه انفليت ب10 دقائق باور سيفنج هذا عم يعمل له دعايه شو هيتنج بابل بوصل لل40 درجه سلسيوس عن جد مبسوط كثير اوسكار انت مبسوط رح تسبح فيه انت كمان يي اوسكار يسبح بالجاكوزي كمان هلا انت بس سؤال كيف ما بهدلتني انا والله اول الفيديو قلت لهم اليوم جايبه شيء اكيد لؤي راح يبهدل عليه لا يعني بكره بس ركبناه وطلعنا بالبلد هنيك الصياح والبهادل هنيك بهدل اهالينا مو بهدلنا نحن تخيل شايف هيك الفقاعات شايفهم هيك تخيل هيك خلونا نركبه بابا برد والله برد لا اسمع تدرس منيح بتجيب علامات تامة وهيك ايه وبعدين بنركبه وبتلعب وإذا ما جبت علامات منيحة شو بيصير ما بنركبه ممكن بنرجع اوكي المهم هي كانت الهدية لليوم كثير مبسوطة إنه أنا ما أكلت بهدلة أنا قلت رح آكل بهدلة لأنه لؤي ما بعرف قد إيه منكم حذر يعني بس عن جد كثير مبسوطة إنه صار عندنا جاكوزي وكمان إنه كثير كبير اوكي يا جماعة من فوق الهدية مباشرة رح نقلكم إنه فيديو اليوم خلص إن شاء الله يكون عجبكم حضروا حالكم على سباحات كثير بالجاكوزي وعلى أمراض كثير وأوسكار بكره شوفوا لؤي على المشفى تا يرجعت بالمشفى جورج راي على المشفى تا يقولوا أي جورج اوكي شو رأيك
رايكم انه نحطه برا ونركبه باسرع وقت وكمان نقضي فيه 24 ساعه؟ حبيبي صح بسرعه. الله يوفقك. اوكي اوكي ليك، وهو هيك شكله يعني كبير، ما بعرف قد ايه مساحته تقريبا. وين مساحته لو لونا بكفي انه كاتبين لك بساع 5-7 اشخاص يعني؟ بركي 5-7 اشخاص ضعاف مثلا مثلي. معقول؟ هلا هون فيه فريز شيلد انه مشان المي ما تتجمد فيه، بيشتغل سيستم لحاله، فيه بابلز وفيه وهون انه بيوصل ل 40 درجه. هون جايه بالكرتونه 5 أو 7 بيبل موجود معهم بالكرتونه. هون كمان انه هيتينج هون باور سيفينج. الله فيه تايمر يعني؟ لا ليكو التايمر انه بيشتغل وبيطفي ايه على الحراره. انا كمان شفت شغله شفت فيه كثير حلوه واللي هي انه فيه هيك هدول الازرار مثل هدول الحلوين يعني. ليك اوسكار بعد ليك 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 شايفين هيك بتقعدوا هيك بتكبسوا واللي بدكم يعني تتحكم فيه هيك جهاز تحكم. حتى بتحط فيه مي تبرد المي. تبرد المي من وين نجيب له مي؟ بس بننزل فيه بتيابنا، بلبس تيابي وجاكيت بتحط لفحه وطاقيه بتنزل. اوكي جماعه حاليا رح نلكم فيديو اليوم خلص. ان شاء الله يكون عجبكم. وي لاف يو كثير. تابعونا حساباتنا على الانستغرام. باي 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 باي. من عمر سنيني بعطيكي جمالك انا ادمنته، صوتك موسيقى.